بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور، دي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل جل القهوة، وصفة سحرية للتخلص نهائيا من الهالات السوداء وانتفاخ تحت العين. كمان تقدري تستخدميه لكامل الوجه، بيفتح البشرة جدا وبيقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية وبيدي لبشرتك مظهر صحي جدا وبيخلي بشرتك دايما تكون مشرقة ومتوهجة. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. انا هحتاج لجل الصبار او الالوفيرا جل، وجل الصبار ده بيفتح البشرة جدا وبيعالج التهابات الجلد ويعتبر مرطب هائل للبشرة الجافة وبيدي تماما على البقع البنية الداكنة وعلى التصبغات الجلدية ويعتبر واقي طبيعي من الشمس لانه بيخلصك من اثار حروق الشمس على البشرة. لعمل الوصفة بقى انا هحتاج لمعلقتين من جل الصبار. هجيب بقى كده طبق وابتدي بإضافة المكون الأول، هو معلقتين كده من جل الصبار. أنا هحتاج لزيت القهوة، وزيت القهوة ده أنا عملته قبل كده في القناة بطريقة ناجحة جدا، هسيب لكم لينك الوصفة بتاعته في صندوق الوصف. زيت القهوة من أروع الزيوت المفيدة جدا للبشرة وكمان للشعر. هضيف بقى دلوقتي المكون التاني، هو معلقة صغيرة كده من زيت القهوة. أنا هبتدي في الأول بإضافة معلقة وبعد كده هضيف بالتدريج كل ما بحتاج. المكون اللي هضيفه بعد كده هتكون معلقه صغيره من زيت اللوز الحلو، وزيت اللوز الحلو ده من اروع الزيوت اللي بتفتح البشره جدا وبتبيضها وبتخلصك من البقع البنيه الداكنه والتصبغات الجلديه وبيرطب البشره الجافه، وكمان بيكون مناسب لجميع انواع البشره. هضيف كمان دلوقتي معلقه صغيره كده من زيت اللوز الحلو، معلقه صغيره جدا، وزيت اللوز الحلو ده من الزيوت المفيده جدا لمنطقه حول العين. وهحتاج لنص معلقه صغيره من الجليسرين، والجليسرين بيفتح البشرة جدا وبيرطبها وبيقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية وبيكون فعال في علاج الهالات السوداء. هضيف بقى دلوقتي آخر مكون، هو نص معلقة صغيرة كده من الجليسرين. هبتدي بقى دلوقتي بخلط كل المكونات دي مع بعض لغاية ما قوامها هيبقى كريم ويبقى زي الجل. لازم اخلطها بقى لمدة كافية لغاية ما قوامها هيبقى هش. انا خلطتها بقى بالشكل ده ولاحظت ان قوامها لسه تقيل، فانا هضيف كمان معلقة من زيت القهوة لان زي ما قلت بضيفه بالتدريج. انا ضفت كمان معلقة كده من زيت القهوة وهفضل برضو اخلط لغاية ما زيت القهوة ده يختفي تماما مع باقي المكونات. شايفين كل ما بخلطها كل ما بتبقى هشة اكتر. هخلطها بقى كويس. انا ضفت كمان معلقة من زيت القهوة وخلطته كويس جدا، وده بيكون بقى الشكل النهائي للجل. شايفين بقى قوامه حلو جدا. كمان لو انت عايزة اخف من كده ممكن تزودي برضو في زيت القهوة، ده بيرجع بقى لرغبتك. اهم حاجة ان انت تفضلي تخلطيه لمدة كافية لغاية ما قوامه يبقى هش بالشكل ده. هجيب بقى دلوقتي علبة نظيفة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها وهبتدي بقى اضيف فيها الجل. وده بيكون بقى الشكل النهائي للجل بعد ما ضفته في العلبة. بقفل بقى عليه العلبة واحتفظ بيه في التلاجة، بيكون صالح للاستخدام في التلاجة من 15 لـ20 يوم. بيفضل ان انا اعمل كمية صغيرة واجددها باستمرار، ده بيكون افضل عشان احافظ على صلاحيته وفعالية المكونات. نيجي بقى لطريقة استخدام الجل. الجل ده بستخدمه على منطقة حول العين، باخد جزء صغير من الجل ده وبدلكه بأطراف أصابع إيديا بحركات خفيفة جدا تحت العين وفوق العين، يعني منطقة حول العين كلها، لغاية بقى ما بتتشربوا البشرة تماما، يعني بدلكه لمدة دقيقة ودقيقتين بس بحركات خفيفة جدا. سيب بقى الجل على منطقة حول العين من بالليل لغاية الصبح، فهيكون أنسب وقت لاستخدامه هو بالليل قبل النوم، علشان خلال فترة النوم بشرتك هتستفيد كويس جدا بكل مكوناته، وكمان هتاخدي نتائج سريعة جدا وهتكون فعالة في وقت سريع. داومي بقى على استخدام الجل بنفس الطريقة دي على منطقة حول العين بشكل يومي، يعني تستخدمي كل يوم بالليل قبل النوم، ومع المداومة بقى والاستمرار عليها هيديكي نتائج هايلة في التخلص نهائيا من الهالات السوداء وانتفاخ تحت العين. كمان بيعمل على نضارة منطقة حول العين ده جدا لأنه بيساعد على بناء الكولاجين في البشرة. كمان الجل ده بيحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة اللي بتحمي بشرتك من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وبيكون فعال في تفتيح وتبييض البشرة.
وتقدري طبعا انك تستخدمي جل القهوة مش بس للهالات السوداء، تقدري تستخدميه للكامل الوجه، هيكون مفتح ومرطب، كمان بيقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية فعالية. أتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.